لما نيجي نفكر بقى في الانكوربوريشن الانثروبومتريك انفورميشن دي في الديزاين، عامه بنفضل دايما ان احنا في الانثروبومتريك ديزاين ان احنا ناخد as wide a range of human physical dimensions as possible. عامه بنضطر ان احنا ناخد او بنحاول ان احنا ناخد على الاقل من 5th percentile لغايه 95th percentile بتاع الميلز والفيميلز. فطبعا لو احنا بنتكلم على هي الرينج بتاعها من فين لفين، طبعا عارفين الفيميلز بيبقوا اصغر شويه يعني في السايزز، فمعنى كده من الفيث برسنتايل فيميل لل95th برسنتايل ميل ده بيغطي الرينج اللي هو من فيث لغايه 95th بتاع الميلز والفيميلز الاثنين. فده طبعا ممكن هو يضمن لنا على الاقل 90% من البوبيوليشن بيبقى الديزاين بتاعنا ده يبقى يقدر يعمل لها اكوموديشن. وعامة احنا لازم نعمل accommodation larger percentages في الحالات اللي هي اتكلم عليها دلوقتي. الحالة الأولانية لو احنا الديفايس بتاعتنا بت involve critical functions. critical functions يعني في حاجات ممكن تبقى فيها life support او حاجات ممكن نقول عليها ان هي يعني بتبقى مثلا ما اقدرش ان انا يعني يبقى عندي مثلا patient وما ينفعش ان احنا نعمل له accommodation، لان دي ممكن يبقى فيها مثلا تأخير مثلا للعلاج بتاعه، وده ممكن يبقى فيه خطر. ففي بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها خطورة لو الحاجة لو الجهاز بتاعي دوت ما يقدرش ان هو accommodate السايز بتاع البيشنت، يبقى لازم اخلي اللارجر بوبوليشن في الديزاين من الاصل موجوده. يعني وعاده ممكن اخدها مثلا من الفيرست برسنتايل لغايه ال 99th برسنتايل، يعني من 1% 99%، بحيث ان انا ابقى مقلل خالص نسبه الايه نسبه عدد العيانين اللي ممكن نتعرض لهم وما يبقاش الجهاز بتاعي ده مناسب بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه لازم ناكوموديت لارجر برسنتج لو في اي سيفتي ايشوز اسوشيتد ونوت اكوموديتنج اكستريمز. يعني لو في عندنا في مشكله سيفتي، يعني ممكن مثلا الجهاز لو استعملناه ما هواش يعني اكوموديتنج البيشنت بتاعي، ممكن يبقى فيه سيفتي ايشو، يعني يبقى فيه حاجه يبقى فيها خطوره على العيان، يبقى لازم برضو اخد له في الديزاين بتاعي اخد له لارجر برسنتج من البوبوليشن عشان ايه ابقى ميكينج شور ما يبقاش فيه اي سيفتي ايشوز انفولف. بتكلم برضو على لو احنا عندنا اليوزر بوبوليشن has large physical diversity. لو انا بتكلم ان انا مثلا جبت البوبوليشن بتاعتي دي، الحقيقه جبت يعني الديستريبيوشن بتاعها لقيت ان هي لا ده في ناس يعني عندهم حجمهم كبير قوي وناس حجمهم صغير قوي في نفس المكان. فمعنى كده ان انا كده عندي مشكله ان انا بقى عندي جزء كبير من الناس اللي موجوده اكتر شويه من الحاجه اللي موجوده في التيبلز اللي هي النورمال. اوكي بقى عندي عدد اكبر في البوبوليشن بتاعتي اكتر من النورمال او الحاجات اللي موجوده في الداتابيز، فمعنى كده ان النسبه بتاعه الناس اللي مش هيحصل لهم اكوموديشن هتبقى اكبر من النسبه اللي انا متوقعها من الداتابيز اللي انا بنيت عليها الديزاين بتاعي. وفي نفس الوقت لو انا الديفايس يوزابيليتي والفانكشناليتي از نوت كومبرومايز، يعني لو انا ما عنديش مشكله ان انا اكبر اللارجر برسنتج دي، يعني بدل ما اخلي مثلا السايز بتاعي ياكوموديت من 5th ل 95th، لو انا كبرتها من 1st لغايه 99th وما عمليش اي مشكله في اليوزابيليتي والفانكشناليتي، يبقى ده حاجه كويسه جدا ولازم نعمل كده، لازم نخلي الجهاز بتاعنا اكوموديت اللارجر برسنتج دي. ولو كان عندنا الكوست برضو از نوت اكسسيف، يعني لو فرضا مثلا انا هزود ثمن الجهاز، مثلا الجهاز مثلا هيزيد ثمن 1% مثلا لو انا زودت البوبوليشن اللي بيعمل لها اكوموديشن، ده ما يعتبرش اكسسيف، ده يعتبر اوكي. فمعنى كده ان انا لو كان عندي الكوست بتاع ان انا اخلي الجهاز بتاعي اكوموديت لارجر بوبوليشن ما هواش كبير، يبقى لازم اعمل كده برضو.